أهلا بحضراتكم من جديد، واسمحوا لنا نرحب معكم بضيفنا في هذه الفقرة فضيلة الشيخ الدكتور محمد الصغير. دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا أهلا ومرحبا. شيخ محمد، 30 سنة من حكم مبارك، من كان يتوقع أن يزول هذا النظام أو أن يرحل مبارك أو أن يسقط نظام الجبروت ونظام الدولة البوليسية ونظام الأجهزة اللي ملهاش أول ولا آخر واللي بتحصي دبة النملة وبتحاسب الناس على أحلامهم وأفكارهم؟ ربما كانت حالة إحباط بتسود الشارع المصري، ربما كان هناك تيئيس وتشكيك كبير جدا في إمكانية إحداث تغيير، حتى جاءت ثورة يناير وغيرت كل هذه القواعد. هل كان هناك مؤشرات ومبشرات في ظل حكم مبارك بإمكان حدوث تغيير؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة، حكم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والحسن بن علي أكمل 6 أشهر تتمة 30 سنة. تخيل يا دكتور أن المسلمين في 30 سنة يحكمهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، ومصر في 30 سنة يحكمه حسني مبارك. ومع ذلك الأمل كان موجودا، لأن اليأس قرين الكفر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن يقرأ السنن الكونية يعلم أن ليل الظلم وإن طال وتمطع إلا أن هذا الظلم له أجل. فكثير من الناس لا يدركون انه عبد الناصر مرسي الطاغوتيه العسكريه في مصر مات عمره 52 سنه. السادات الذي قال انا وعبد الناصر اخر فراعنه مصر اهلكه الله في يوم الزينه. كان الدور لابد سياتي على حسني مبارك، وجعله الله تبارك وتعالى لمن خلفي لمن جاء من بعده آية. ولكن هذه الآية يعقلها العالمون ويغفل عنها العسكريون. طيب، من سيكولوجيا المستبدين ان كل واحد فيهم دايما بيظن انه يعني اذكى اخواته، يعني ان هو محصن مما وقع فيه غيره. السنة معطلة معاه. ايوه، وان هو يعني ايه، اصل كل اللي اهلكوا عبر التاريخ دول من اول فرعون وانت جاي وحتى اللي قبل فرعون ثمود ومش عارف ايه، كانوا عندهم حماقات ما خدوش بالهم منها، كان عندهم ثغرات ما عرفوش يسدوا، لم تكن عندهم العبقرية ولم يكن عندهم الموهبة الفذة والقدرات الخارقة اللي عند هذا الطاغية أو ذاك. فكل واحد فيهم تلاقيه دايما على لسانه: لا أنا مش فلان، وبعدين مصر مش تونس، وبعد ما كده مش عارف سوريا مش مصر، الحدوتة دي. يعني كل واحد فيهم بيظن أنه أقدر على الإفلات من مصير الظالمين، وأنه استوعب دروس التاريخ وعرف الثغرات اللي وقع فيها من سقطوا من قبل، وأنه يتوخى هذه الثغرات ولن يقع، وفي الآخر كلهم بيقعوا. هذه السنة في الظالمين، هذه الطريقة في التفكير تعبر عن حالة مستقرة ومضطردة في الظالمين، تراها كذلك؟ لا شك أنها مستمرة ومضطردة، وهي أثر من أثار طبع الله عز وجل على قلوبهم. ولكن لو أخذنا بالتحليل المنطقي البشري العادي، فإذا كان عبد الناصر ونحن نختلف معه من هنا إلى أن نلقى الله، لكن رجل كانت له شخصية وكان له حضور وكان قائد بمعنى كلمة قائد وعنده طموح، ثم جاء السادات له كاريزما من نوع معين. حتى حسني مبارك كان بيعرف يلعب ويجري عامل زي الخيل بتاع الحكومة، ومع ذلك دول اللي عندهم شيء يستطيع أن يرتكنوا عليه فعل الله بهم ما فعل. فما بالك إذا كنت أنت خلو البال من هذا، بادي الوفاض وخالي الإنفاض، ولا تملك مما عند الأوائل إلا الاسم بس. أما المؤهلات التي تعينك، أنا بستحي الآن أني أقول على الحكام الموجودين طواغيت، كلمة طاغوت فقدت قيمتها وفقدت هيبتها.